أعلنت وزارة الكهرباء والماء أنها بصدد فتح تحقيق مع مقاولي صيانة التوربينة التي أصابها الخلل في محطة الزهر الجنوبية مساء أمس الخميس لمعرفة الأسباب، لا سيما أنه لم يمض ساعات على تشغيلها بعد الصيانة. وأكد الوكيل المساعد لقطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في الوزارة المهندس فؤاد العون عدم وقوع إصابات نتيجة الحادث، مبينا أن الوزارة بدأت في تقييم الأضرار والمباشرة في إجراءات الصيانة اللازمة لتلك التوربينة.